بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي هنأ جلالته سموه فيها بمناسبة تولي دولة الإمارات رئاسة ال... رئاسه مجلس الامن الدولي لشهر مارس الحالي واكد جلاله الملك المفدى في برقيته ان تولي دوله الامارات رئاسه مجلس الامن الدولي ستعزز جهود المجلس على صعيد ترسيخ السلام والاستقرار والامن ودعم التعاون والتنميه في العالم كما تجسد ثقه دول العالم في السياسه الاماراتيه وكفاءه منظومتها الدبلوماسيه وفعاليتها ونموذجها المتميز في مختلف المجالات معربا جلالته عن تمنياته الخالصه لدوله الامارات وشعبها الشقيق بتحقيق المزيد من النجاح والتطور والرخاء